انت مش نتيجه خير وباذن الله احترم العمر اللي ما عمره ما يتنسى. الله سبحانه وتعالى ربي يجدد الرحمن خير عليه ويرزق الثبات ويرزق الاهل ديالو والمحبين ديالو. ان شاء الله جديده على عليه الدون نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يرزقوا الرحمه والمغفره ويجعل ضريحه وروض مليات الجنه. وكفانا غير هاد الناس مساكن كلهم اللي حاضرين هما الاهل ديالو لان هو الاصل ديالو من مكناس هما المكناسيين كلهم حاضرين. هاد الناس مساكن راهم كينوبوا على بنات واولاد مكناس نتمنى من الله سبحانه وتعالى ربي يصبرهم حتى هما لان فقدنا فيه الاخ فقدنا فيه الصديق. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ربي يثبتوا عند السؤال وانا لله ناجع. شكرا اخوتي. شكرا لك. ضربة كامل وفي الحظ كامل أي لحظة أي وقت كان شغلك هذا حسيسة عليك أي وقت. والله يرحمه أنا فاس أخبار ذلك والله إذا أشغل حاجة لك أخي يعني ما تمشي عليك هذه الخاضع وبالتالي قالوا غيجيبوا البنات وأنا نخوف حبس باش نقبل الجنازة ديالو ومن هاد المنبر تنطلب الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين كفاء أجمعين. ومن هاد المنبر توجه العزاء الناس الجالية الهولندية كاملة العائلة ديالو الله يثبتو على السؤال ويرحمو ويرحم جميع المسلمين. وقبيلة كنت كنتفرج نيت في شي إذاعة وكان كيبينو الخبر ديالو لقاو فيه شي جدور وشي أبي غير هذاك راه هذاك راه هو كل شيء بلا ما نزيدو حنا راه الله بغاه راه في جنة النعيم إن شاء الله الفردوس الأعلى. شكرا. المغرب كامل
رجل طيب 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 خافينا بزاف خافينا. الله يرحمه ويسع عليه، لله ما اعطى ولله ما اخذ. الله يرحمه ويسع عليه، الله يتبجع الزهاد ومات في اليد ديال الجمعه. انسان طيب ومؤمن، الله يعطي الصبر لمهمته، الله يعطي الصبر لمهمته. هادشي اللي غادي نقول. كيشهد الدنيا كيشهد الآخرة. الله يلحقنا عليه مسلمين محبين طائعين لله. يا عباد الله رجعوا لله، شوفوا الناس وشوفوا اش كيوقع. يا عباد الله رجعوا، بإن راه والو ما فينا والو ما فينا والو. الله يرحمك يا روح، الله يرحمك يا روح طيبة. تنشهد له وكيشهد عليه الملائكة. إنسان مخلق مؤدب، كيحب المسكين وكيحب الضعيف وكيحب الله يرحمها روح، ويلحقنا به مسلمين، ويجعلنا ويجعلنا من المحسنين، ويجعلنا ويجعلنا من المحبين في الله. والله يتبتع عند السؤال، الله يتبتع عند السؤال، الله يتبتع عند السؤال. إنه ولي ذلك وقادر عليه، والله يعمل في قربي، يعطي الوليه الصبر، يعطي بنته الصبر، ويرزقها صبر للمؤمنين. إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي، وادخلي جنتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم. ولكن ميس العجوم هم اللي تنديرها حتى تعطيك واحد البصر. لا والله انا مفاجاه كبيره يا اخي. الانسان الله يدخل ليه الرحمه ويغفر ليه الذنوب ديالو. مفاجاه كبيره على الوالدين على الوالده ديالو وعلى الحومه وعلى عائلته كامله. انسان طيب
الله يرحمه ويدخل ليه الرحمة، وما عمرنا شنا منه لا عيب ولا والو، راجل من الممتاز. راه مكناس مدينة مكناس خسرت واحد الراجل من النوع الممتاز ديال هذه المدينة هذه، وتنطلبوا له الرحمة والمغفرة، وتنطلبوا الله تعالى ويبسط عليه صبره، والله يعمرها سلعة هذا من يزول على هذا السيد هذا جارنا، وتنعرفوه من سنين هذه ماشي غير دابا، تنعرفوه هذه من 20 عام، الله يعمرها سلعة ويبسط عليه صبره، والله تعالى بارك الله فيك هذا. هذا ما نقولوا اخي ديالي الله يرحمه ولي محمد الله يرحمه مسكين الله يرحمه ولي الله يرحمه ربنا السعيد رحمه رحم امتي دينا محمد كبير جميعا الله يرحمه ولي الله يرحمه الله يرحمه ولي الله يرحمه. فاش لقيتوا الخبر ديال الوفاة ديالو؟ واخو يبقى فينا ما كنتعرف والله يبقى فينا بالله من مسكين والضربات والله عمرها دار وين اخويا لقى فينا والله ما سمعنا انا ما عرفتش شكون ديال الشخص كتعرفوا؟ اه كنشوفو خويا التلاجة ما نتلفش على الله يبدا نقول لك انا وين كنعرفو التلاجة والله العظيم لبقى فيا مسكين في هاد الايامات مع هاد الكورونا مسكين لبقى فيا الجهد الله يرحمو غير نهار سعيد وامة سيدنا محمد الكريم جامع ونقرا لكم مزيان الله يرحمو. لا 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 ل
إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا غادي نتعرض معاه حيت ما كاينش الله
Fuck!